وهلأ رح نفوت باللين كانفاس موديل بالتسع خانات وحدة وحدة لحتى نشوف كيف انتو فيكن تعبون على مشروعكن او فكرتكن انتو. بس لحتى نعمل هالشي رح اعطيكن مثل من مشروع نحن عم نقوم فيه هلأ بريادة for social innovation اسمه شباب لاب. شباب لاب هو منصة الكترونية بتعلم شباب بأعماركن او اصغر شوي عن موضوع social innovation والentrepreneurship بطريقة عملية and project based and hands on learning. فهو بيشبه شيء نحن عم نعمله هلأ بهول الكورسات، بس هو رح يكون كله virtual من خلال منصة إلكترونية. فخلينا نبلش. شباب لاب شو المشكلة اللي عم بجرب يحلها؟ شباب لاب هو صح منصة، بس أنا ما ببلش هيك، لازم بلش دايما بالمشكلة. المشكلة اللي عم بجرب حلها شباب لاب هي إنه كتير من الشباب ما عندهم معرفة حقيقية عن المشاكل بعشاب مجتمعاتهم، كتير منهم ما عندهم تطلعات إيجابية للمستقبل، كتير منهم حابين يكونوا هن صناع التغيير بس ما بيعرفوا كيف. مشان هيك نحن قررنا نعمل فرق. بس شو الـ existing alternatives؟ شو في أشياء بدائل موجودة لحتى تساعد الشباب يحلوا هول المشاكل يلي هلأ أنا قلتلكن عنهم؟ أكيد فيهم هن يقوموا بالتطوعات الاجتماعية ويصيروا منخرطين أكتر بالمجتمع، فيهم كمان يقوموا بـ their own initiatives أو مشاريعهم اللاربحية من خلال تطوع بهالجمعيات مثل ما شفتوا بالـ civic engagement course. كمان في كتير مؤسسات وكتير NGOs وكتير شركات تدريبية بتقوم بتوفير برامج تدريبية عن موضوع ريادة الأعمال وعن موضوع civic engagement لا شباب بهول الأعمار. فأكيد في existing alternatives أو في بدائل بيقدروا هن يتطرقوا لها لحتى يقوموا بحل هاي المشكلة يلي نحنا حكينا عنها. طيب مين هن هول العملاء يلي نحنا عم نحكي عنهم؟ مين هن الـ customer segments؟ هن شباب بين أعمار 13 و 24 سنة، وهن كمان early adopters، هن بالأخص هن الـ high schoolers أو تلاميذ الثانويات، وبالأخص هن المدارس، لأنه أنا مش بس بدي أتطرق للأفراد، بدي أتطرق بهذه المنصة الإلكترونية للمدارس ليعملوا سبسكريبشن عليها. مشان هيك هن حيكونوا مدارس خاصة بالأول، لأن المدارس الخاصة عندها إمكانيات مادية أعلى، عندها وعي أكبر من ناحية التطور تبع المجتمع وتطور الاحتياجات المجتمع وتطور سوق العمل، إنه في مهارات مهمة بموضوع social innovation and entrepreneurship رح يقدر يكتسبوها تلاميذهم إذا تعرضوا لهول التريننجز أو التدريبات. مشان هيك my early adopters أو العملاء يلي رح يكونوا مستعدين إنه يكونوا أول ناس المستفيدين من هيدي الخدمة أو هيدي المنصة هن المدارس الخاصة يلي بتآمن بالتكنولوجيا وبتآمن بريادة الأعمال وبتآمن نفس الوقت بالcivic engagement أو بالانخراط بالمجتمع، وحابة انها تخلي تلاميذها يكون عندهم access او يكون عندهم هيدا الخدمة متوفرة لألهم. شو الـ unique value proposition تبع شباب لاب؟ يعني شو القيمة الفريدة يلي عم بيقدمها؟ القيمة الفريدة يلي رح يقدمها شباب لاب انه هو باللغة العربية رح يقوم بتمكين الشباب من ايجاد حلول لمشاكل حقيقية بمجتمعاتهم من خلال الابتكار الاجتماعي وريادة الأعمال الاجتماعية. أوكي، شو الـ high level concept؟ فيني أقول أنا أنه الشباب لاب هو الكورسيرا تبع social innovation للشباب العربي بالثانويات. فالـ high level concept هي تشبيه لشيء أنا عم بعمله مع شيء معروف، إذا أنا خبرت الناس عنه رح تقدر دغري تفهم علي عن شو عم بحكي. اكزامبلز ثانيين فين يكونوا الاوبر تبع موضوع معين او اليوتيوب تبع موضوع معين. فانتو بتكون تشوفوا اذا قادرين تلاقوا هالتشبيه، اذا ما قادرين تلاقوه بمرحله اولى ما بيأثر، فينا نترك الهاي ليفل كونسبت لبعدين. بس اهم شيء يكون عندكم يونيك فاليو بروبوزيشن او شيء مسميه ذا اندرلاينج ماجيك. ليش انتو مش غيركم؟ انا قلت انه انا في امكانيه اللغه العربيه ونحن عم نخليهم يلاقوا حلول مشاكل مجتمعهم بخلال استعمال الابتكار الاجتماعي وريادة الأعمال الاجتماعية. ف
فهيدي قيمة مميزة راح يلاقوها المدارس إنها مهمة إلهم، وراح يكون عندهم حب إنهم يستعملوا. هاي الهايبوثيسس تبعي أكيد. نحن هون البزنس بلان it's we are setting down our hypothesis، عم نحط نحن اعتقاداتنا، والخطوة الثانية راح تكون أنا شو أعمل validation لإلهم بتأكد منهم من خلال customer discovery customer validation مثل ما شفنا قبل. طيب هلأ شو الحل، شو السولوشن تبعي؟ مثل ما قلت أنا شرحت لكم ببساطة، بس هون الحل بيجي بهيدا الخانة أو السولوشن يلي هي بتقول أنا منصة إلكترونية أوكي تعليمية، so I'm an e-learning platform أوكي. أنا رح كون عم حط كورسات عن social innovation social entrepreneurship بالعربي، وأنا رح ساعد التلاميذ إنهم يقوموا بمشاريع ويقدموها من خلال المنصة لحتى يتنافسوا بين بعض وبين غير مدارس، كرمال يكون عندهم حافز أكبر ويكون عندهم recognition، أو إنه نحنا نقدر نشوف هذا الشيء اللي عملوه إنه نجازيهم بطريقة إيجابية عليه. فمشان هيك بس نرجع شوي للسولوشن. السولوشن عادة أو الحل تبعي هو بيكون high level features، يعني أنا لازم أقول إذا أنا بعمل موبايل application أو عم بعمل أنا يمكن جمعية أو عم بعمل أي شيء، لازم أقول شو عم بعمل on high level technical level. يعني أنا قلت e-learning platform بس ما في التفاصيل شو عم بستعمل coding language، ما بيأثر أوكي. سو مهم تكون مثلا فهم هي شو كيف تستعمل. هلأ بالunfair advantage أنا لازم أقول أنا كفريق، أنا كريادة for social innovation ليش قادرة أعمل شباب لاب وغيري لا. حقلكن example، يعني أنا هلأ عم بعطيكن example كيف أنتو تعبون. كل واحد منكن لازم يفكر أكيد بمشروعه وبقدراته لحتى يحط الأشياء المناسبة بهيدا lean model canvas. unfair advantage تبع ريادة for social innovation موضوع شباب لاب بالضبط، أنه نحنا صار عنا 3 سنين خبرة ب in conducting face-to-face social innovation programs. يعني احنا قمنا بعدة برامج بالابتكار الاجتماعي على الأرض، صرنا مدربين تقريبا 1000 شاب وصبية بهذا الموضوع. أكيد في عنا ناس دربوا معنا وقت طويل مثلكم، أو ناس دربوا معنا وقت أقصر يمكن one day workshop أو أقل، بس نحنا صرنا مجربين عدة طرق لحتى نقوم بهذا التدريب، واكتشفنا شو اللي بيمشي شو اللي ما بيمشي، شو الأشياء اللي بحبوها الشباب وشو اللي لا، وكان عنا أثر حقيقي. فهيدي هي unfair advantage إن إحنا عنا خبرة بهالموضوع، عنا خبرة مثل أنا ومثل ندى ومثل غيري يلي عم يعملوا الكورسات ومثل المدربين يلي معنا عطول عم بيرفقونا، عندهم خبرة بهالمجال. بينما إذا إجا أي حدا حابب يعمل copy لهالأيديا ويقلدها ما عندهم نفس الخبرة حيكون، ولا عندهم نفس القدرة انهم يقوموا فيها. فانتو هون بالunfair advantage كنت لقوا ليش انتو قادرين تقوموا فيها وغيركم لا. يمكن تكون لانكم مرقتوا بتجربة شخصية، يمكن تكون لانه عندكم معارف ممكن يساعدوكم فيها مش مين ما كان عنده اياها، ممكن يكون مثل ما قلنا خبرة سابقة تجربة شخصية، ممكن تكون شيء انتو اكتشفتوه بشغلكم، يمكن تكونوا موظفين عندكم شغلكم واكتشفتوا مشكلة معينة، فأنتوا حيكون عندكم فهم عميق لهي المشكلة غيركم ما عنده إياه. فاليونيك فاليو unfair sorry unfair advantage رح تكون مختلفة بين كل فريق والتاني. الrevenue streams هي شيء كتير مهم لازم نفكر فيه، هو بسميه كمان business model. كيف أنتوا رح تقدروا تكونوا sustainable وتعملوا مصاري من وراء هالمشروع؟ هون نحنا ما عم نطلب منكم دغري تحطوا أرقام، عم نطلب منكم تقولوا كيف هن مصادر الدخل اللي رح تكونوا انتو عم تشتغلوا فيها. يعني مثلا نحنا كشباب لاب اهم مصدر دخل تبعنا هو السبسكريبشن في تبع المدارس. كل مدرسة رح تشترك، رح تشترك على عدد تلاميذ معين، رح تدفع على كل تلميذ مبلغ بقارب $3 اوكي. فهيدا هو اهم revenue stream. تاني revenue stream عنا هو انه بمرحلة لاحقة رح يكون في إمكانية لأفراد يكونوا هن موجودين ببيوتهم ويتسجلوا على المنصة ويحضروا الكورسات والبروغرامز كمان. وفي إمكانية بعدين إنه نكون عم نقوم بتطوير برامج كمان لشركات الخاصة أو للحكومات أو لوزارات معينة، وهذا بيكون بزنس موديل ثالث أوكي، وكمان مرحلة بعد لاحقة أكتر. فأنتوا هون مهم تعرفوا كيف
بدكم تطلعوا مصاري وتقوموا اكيد بدراسة معنا market research, شوف our competitors او منافسينا كيف عم بيقوموا بهذا العمل, نعمل benchmarking يعني نشوف هن كيف ونعمل نحنا مثلهم او شي شبيه او شي باكي احسن منهم. كمان cost structure تبعي كمان مهم فكر فيه, ما ضروري بهالمرحلة تحطوا ارقام, رح نعمل الارقام بمرحلة لاحقة. cost structure هو انا شو الاشياء اللي انا رح تكلفني ومضطرة اني استثمر فيها لحتى المشروع تبعي يصير حقيقة. يعني انا بناحيتي عندي اكيد مدربين, لازم يكون عندي مدربين خبراء بهذا الموضوع ليحكوا عنه وليعملوا ليقوموا بتطوير الكونتنت او ال يعني شو الكورسز بده يكون محتواهم. بده يكون عندي التكنولوجي, اذا انا بدي اعمل منصه الكترونيه فبده يكون عندي ديفلوبمنت كوست, عندي ديفلوبرز, عندي سيرفرز, عندي لايسنسز معينه انا لازم اشترك فيها, عندي سكيورتي, بنفس الوقت عندي ماركتينج كوست بدي اروح احكي مع هالمدارس بدي انهم يكون جزء من المنصه, عندي مينتيننس كوست. كل هالاشياء انا لازم افكر فيها وحطها ضمن الاكسبندتشرز. دائما في تيب بنقولها انه بليز don't overestimate revenue, underestimate the cost. لازم تعملوا بالقلب, يعني دايما underestimate the revenues, رح نحكي عنه بعدين بالبادجيتينج. يعني دايما حطوا أقل شي ممكن بالدخل أكتر شي ممكن بالcost أو بالمدفوعات كرمال أنتوا ما تكونوا عم تفكروا بالبادجيت بطريقة غلط. الكي ماتريكس هو أنا شو لازم قيس لأعرف إذا أنا عم بوصل لهدفي وإذا أنا عم بنجح مشروعي ولا لا. يعني أنا بشباب لاب هدفي أوصل لأكبر عدد ممكن من الشباب العربي ومكنهم وأعملهم وحولهم من مجرد شباب عاديين يمكن طموحهم أنه يكون عندهم وظيفة جيدة لشباب مبتكرين, شباب رياديين, وشباب بده يكونوا صانعي التغيير, change makers and social innovators. مشان هيك انا رح اقوم بالمجرمنت, يعني اعمل تراكينج واتاكد من عدد المدارس يلي رح يكونوا معي بالمنصه, عدد التلاميذ يلي رح يخلصوا الكورسز موجودين على المنصه, عدد البروجكتس او المشاريع رح يقوموا فيها هول التلاميذ عبر المنصه, وانا الدعم يلي رح اقدم لهم ليه. ففيني يكون هول الماتريكس, واكيد في يكون عندي كمان لونج تيرم ماتريك. في يكون مثلا انا اذا بقول انه هيدول البروغرامز أو البرامج رح يأدوا لخفض نسبة البطالة بالعالم العربي, ففيني أنا أكون عم قيس نسبة البطالة وشوف إذا أنا عم بقدر غيرها أكيد على المدى الطويل. يعني في أمرار عندي short term metrics, medium term metrics, long term metrics. أنا بدي أعمل أي شيء موضوع البطالة ما رح يكون سنة وسنتين وخمس سنين, ممكن يكون 10 سنين 15 سنة, وأكيد عم بحكي وقت أكون صار هيدا البلاتفورم معروف وكتير مدارس بالعالم العربي تبعته ويمكن صار جزء من المناهج كمان. ففيكن انا عندي طموح مش غلط احلام مثل ما قلنا, هذا it's a working document فيني ضلني غير فيها وعدل فيها. واخر شيء واهم شيء هن الشانلز او القنوات يلي انا بدي اوصل فيها لعند العملاء تاعولي, the path to the customer. يعني انا مثل ما قلت لكم بدي اوصل للمدارس الخاصه يلي هي عندها تكنولوجي وعندها بادجت وحابة انه تلاميذها يكون عندهم هول الترينينج, بس لسبب من اسباب هن ما عندهم هالقدرة, ما عندهم هالاكسبرتيز ضمن الطاقم التعليمي عندهم. فانا بدي اعرف كيف بدي اوصلهم. اوكي, يعني انا فيني اوصلهم من خلال الاكزيبيشنز هن بيكونوا موجودين فيهم, لانه في كتير امرار اكزيبيشنز للتعليم والتكنولوجيا بيروحوا مدراء المدارس ومدراء أقسام التكنولوجيا والتطوير بالمدارس بروحها بيحضروها, فأنا لازم أكون موجودة وعندي بوث فيها. أنا لازم كمان أقوم بزيارتهم على مدارسهم, أخذ منهم مواعيد, أحكيهم على التليفون, يكون عندي صلة تواصل معهم مباشرة. وبنفس الوقت أنا لازم يكون عندي إيميل لست لحتى كل العملاء تعولي يتعاملوا معي ضلني على تواصل معهم وضلني خبرهم عن التطور اللي نحن عم نقوم فيه وشو جديدنا وشو مشاريعنا. فهيدي بطريقة سريعة given an example من ريادة for social innovation كيف فينا نعبي lean model canvas, وانتو فيكن تعبو كمان بنفس الطريقة. واكيد كل واحدة من هول الخانات فينا نتعلم كتير اشي عنا اونلاين, وانا شخصيا بقرأ كتب كتير, بحضر يوتيوب فيديوز كتير بموضوع الانتربرينورشيب, I follow أو بلحق كتير مواقع
وفيسبوك بيجز وتويتر بيجز ولينكدين بيجز خاصة بموضوع ريادة الأعمال لأتعلم وضلني عم بتعلم وأتطور وأتحسن. واحدة من الفيسبوك بيجز يلي بلحقها وبحبها وبحضرها اسمها Wise Guy by Guy Kawasaki. هو كمان أحد الأشخاص يلي كانوا من الفريق المؤسس تبع أبل. وغاي كوازاكي غير أنه كاتب كتب عن موضوع ريادة الأعمال، هو كمان عامل سيريز فيديوز على فيسبوك اسمهم Wise Guy، وكتير منهم بيتطرقوا لموضوع ريادة الأعمال. فبنصحكم إذا حابين تتعلموا أكتر أنكم تشوفوهم، وكمان عملوا your own research وشوفوا شو حابين تقروا شو حابين تحضروا لحتى تضلكم عم تتعلموا وتضلكم عم تتطوروا.